دواء نيابة عن الحكومة عدم استخدام الأزمة الحالية فرصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين، هتعملوا ايه؟ وانا لو ملقتش الدواء اعمل ايه؟ اتفضل. طيب خلينا نقول ما حضرتك لو ما تلاقيش الدواء حضرتك هتعمل ايه؟ هتتصل بخدمة توافر؟ خدمة توافر دي خدمة اسمها الهيئة توافر ده لها لينك على الموقع الإلكتروني للهيئة، هنحط اللينك يا جماعة على الموقع مرة واثنين وثلاثة، وفي 15301 عشان توافر ده مهم قوي، وكذا الخط الساخن، الخط الساخن بيرد عليه حد متخصص من هيئة الدواء بيقول له أقرب صيدلية موجود فيها الدواء اللي بتدور عليه كويس قوي، ولو الدواء مش موجود بيقول له ايه المثيل له، المثيل له اللي هو نفس المادة الفعالة كويس بس موجود لشركة تانية او باسم تجاري مختلف، دول يرشدوا انا بتكلم عن 120 مليون باللاجئين اللي عندنا. ايوه فيلم الخطوط دي شايلة يعني ومتفاعلة وإيجابية، احنا عندنا ناس جوه الهيئة ومتعاقدين مع شركة خارجية بتساعدنا في هذه المهمة، فالعدد كافي للرد على اي تساؤلات. طب هل في صيدليات معينة متوفر فيها الأدوية نقدر نتصل بيها؟ يعني كل الصيدليات الكبرى زائد صيدليات الحكومية اللي هي صيدليات الإسعاف زائد الصيدليات الكبرى اللي موجودة في كل مدينة أو كل محافظة، ودي شغالة وإيجابية شغالة، يعني أنا ما ازعجش نفسي باللف والدوران، أنا تواصل هيوفروا لي الدواء أو مثيله بالظبط كده، وفين وفي أي مكان بالظبط كده، اخرج لفاصل عشان ابحث عن الدواء بتاعي وارجع مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئه الدواء عشان اساله هل المسائل لها نفس فعاليه الدواء الاصلي وهل الدواء المصري له نفس الفعاليه. نخرج لفاصل.